اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج شائعات وحقائق. حكون معكم في هذه الحلقه انا نانسي نور. كالعاده البرنامج مقسم الى قسمين، الجزء الثاني من هذه الحلقه بيكون في فقره حواريه هيكون معنا فيها الدكتوره عزه هاشم الباحثه في العلوم السياسيه الحديث عن تاثير الشائعات على الشرطه. لكن كالعاده اولا خلينا نرد على ابرز الشائعات اللي انتشرت خلال الاسبوع الجاري. في واحدة من الشائعات اللي تكررت أكثر من مرة نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كانت إشاعة بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وحيتم تطبيقها في نهاية يناير الحالي على حسب قول الإشاعة. وزارة النقل نفت هذه الإشاعة تماما وقالت أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي، وكمان أكدت أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر دائما. الوزارة كمان في بيانها اتكلمت عن خطة سكة الحديد لمواجهة التكدسات التي من الممكن أن تطرأ على خدمتها في أي وقت، وقالت أنه بيتم حاليا وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، منها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد بتشهد حاليا تطوير شامل لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور. من ضمن الشائعات كمان اللي انتشرت في اليومين اللي فاتوا إشاعة عن تخصيص الحكومة 35 مليار جنيه من الموازنة العامة لإنشاء الحي الحكومي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أنه هيحمل الخزانة العامة أعباء إضافية. مجلس الوزراء وشركة العاصمة الإدارية الجديدة نفوا هذه الإشاعة بشكل قاطع، وقالت شركة العاصمة الإدارية إن ميزانيتها مستقلة تماما ومنفصلة عن الموازنة العامة للدولة وبتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها. زي ما لاحظنا كتير ان غالبية يمكن الشائعات بتركز على المواد الغذائية والمرافق الخدمية. من يومين تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود مادة الرصاص السامة في التوم المتداول بالأسواق، وهي المادة المعروفة أضرارها على الصحة. وزارة الزراعة ردت على هذه الإشاعة ونفت تماما هذه الإشاعة وقالت أن التوم المتداول في الأسواق سواء كان المستورد أو المحصول المحلي صحي وآمن تماما ومطابق لكافة المواصفات القياسية. يمكن مش دي بس الإشاعة اللي استهدفت وزارة الزراعة في الفترة الماضية وتحديدا الأسبوع الماضي، في إشاعة تانية برضو كانت خاصة بوزارة الزراعة لكن هذه المرة على مستوى الصادرات. الإشاعة كانت بتتكلم عن تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح، في المقابل وزارة الزراعة سريعا نفت تماما أي تراجع في حجم صادرات مصر من الموالح، وقالت الوزارة أن العكس هو الصحيح حيث شهدت تلك المحاصيل انتعاش ورواج كبير في حركة تصديرها بدليل احتلال مصر المركز الثاني عالميا في تصدير الموالح لعام 2018. كمان قالت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم إجمالي الصادرات حيث بلغت 5,200,000 طن من المنتجات الزراعية لتحتل المركز الثاني عالميا. أيضا استكمالا للشائعات اللي تم رصدها الأسبوع الماضي خلينا ننتقل معاكم إلى وزارة التموين وإشاعة انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن زيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير. وزارة التموين والتجارة الداخلية ردت على الإشاعة في بيان ونفتها تماما وقالت أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الزيت التمويني أو أي سلعة تموينية أخرى، وأن أسعار كافة السلع التموينية كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني. واعتبر البيان أن ما يثار في هذا الشأن هو كالعادة مجرد شائعات بتستهدف إضاعة الوقت وإثارة البلبلة بين المواطنين. آخر الشائعات اللي معنا في هذه الفقرة يمكن من بين الشائعات اللي انتشرت خلال الأسبوع الماضي شائعة
تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بتزعم نقل آثار إلى المتحف المصري الكبير من خلال سيارات نقل غير مجهزة. هذه الشائعة يمكن تكررت في العديد من الأيام الماضية ويمكن على الشهور الماضية. مجلس الوزراء ووزارة الآثار نفوا صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت الوزارة أن عملية نقل الآثار للمتحف المصري الكبير بتتم وفقا لإجراءات محددة بيراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة للحفاظ على الآثار من أي تلف. خلينا دلوقتي نروح لفاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنعود إليكم مرة أخرى في شائعات وحقائق للفقرة الحوارية النهاردة واللي بتتحدث عن تأثير الشائعات على الشرطة، خليكم معنا. بطل شايل بلاده في قلبه ناوي ينتصر، شايل سلاحه بين ايديه، شايف شهادته قصاد عيني ينادي بأعلى صوت الله أكبر، ينادي وكل من بعده يكبر، فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخافيش. ارمي سلاحك وسلم نفسك. مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخافيش، فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخافيش، يا أمي ما تخافيش. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من هذه الحلقة شائعات وحقائق. لطالما كانت وزارة الداخلية وتحديدا الشرطة هدف للشائعات خلال السنوات الماضية، وده طبعا لأسباب عديدة وهدف واحد وهو إحداث حالة من الانقسام بين الشرطة والمواطنين. الحديث بشكل أكبر عن تأثير الشائعات على الشرطة المدنية معنا في الاستوديو الدكتورة عزة هاشم الباحثة في العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. في البداية حضرتك شايفة إزاي أثر الشائعات على الشرطة؟ هو الشائعات بشكل عام تعتبر شكل من أشكال الحرب النفسية، وهدفها الأساسي هز الثقة بين أي طرفين، سواء كان الحكومة بشكل عام والشعب، وسواء كان الحكومة الشرطة والشعب. إطلاق الشائعات وسيلة كانت فعالة جدا جدا بعد ثورة يناير، وأثمرت تماما
لكن بعد كتير من المبادرات، بعد ما الدولة التفتت لحاجة زي كده وبدأت كتير قوي من المبادرات تحصل، منها البرنامج طبعا، بدأ التأثير شوية يقل. بس محتاج الموضوع جهد أكبر، لأن فكرة الخبر المغلوط وفكرة انك تطلق خبر من غير ما تبحث عن المصدر بتاعه او تدور على المصدر بتاعه محتاجة في المقام الاول توعية. يعني حلو ان انا اوضح، وحلو ان انا ارد على الشائعة وما اديهاش المساحة الزمنية ان هي تنتشر، ما اديهاش الوقت للانتشار، مجرد ظهورها الرد بتاعي في الوقت ده يبقى جاهز، لان في الانتشار بيبقى اسهل، لكن الرد، انتشار الرد بيبقى اصعب. صحيح. لكن الجزء الاهم في الموضوع هو الوعي، التوعية، ان احنا يكون عند الجمهور وعي بفكرة ان هو ما يتقبلش اي معلومة او اي حاجة تنشر على علتها بدون ما يتحقق بنفسه مدى صدقها. لان استخدام الشائعات بيعتمد كمان على اثارة المشاعر. هم بيخاطبوا مشاعر الناس فبيستفزوهم ان هم يتابعوهم، وبيستفزوهم ان هم يصدقوهم، فبالتالي الناس بتتعاطف، وبتتعاطف بعد كده بيبقى التعاطف ده بيترتب عليه مشاعر، وبترتب عليه سلوك الناتج عن الشائعه. جهاز الشرطه بشكل عام كان مستهدف بكميه من الشائعات لا حصر لها. صحيح. وكانت الـ طبعا احنا عارفين طبعا مصدر الشائعات بيبقى ايه، قنوات بعينها، مواقع اخباريه معينه، تيارات سياسيه معينه، وعلى راسها طبعا جماعه الاخوان المسلمين. والحقيقه ان طريقتهم واسلوبهم في التعاطي مع فكره الخبر المغلوط ونشره كانت فعاله في مرحله ما، لكن تدريجيا هم بداوا يفلسوا، وتدريجيا الموضوع بدا يعني تأثيره يقل. طب يمكن خلينا واضحين، ويمكن حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا، يعني في سياق الشائعات بشكل عام ليس فقط فيما يتعلق بالشرطة، إن عادة بتكون المعلومة المغلوطة بتنتشر بشكل أكبر بكثير من المعلومة الصحيحة، وحتى عندما يتم نشر تكذيب لهذه المعلومات بتظل عليها الأولوية. ليه يا فندم؟ لا، لو نشر التكذيب في غير توقيته، يعني لو حصل ونشرت شائعة أو خبر مغلوط دلوقتي، لو استنينا عليها يومين مثلا الرد لن يجدي، لازم الرد. اصلي دي حاجه لها علاقه بسيكولوجيه التعامل مع الشائعات. ده علم ودراسه وفيها دراسات وابحاث. ترد ازاي، تستخدم كلام ايه، وتتجنب كلام ايه، ترد في توقيت ايه بالظبط. وفي كمان حاجه تانية، في شائعات يفضل انك تتجنب انك انت ترد عليها، لانك انت بردك عليها ممكن تكون بتروج لها. فهو موضوع علمي المفروض يعني يتعاطى مع متخصصين يعرفوا يحددوا حتى الاوقات بتاعه الرد تبقى عامله ازاي. الاشاعه الرد مش هيبقى مجدي اذا حدث في غير توقيته. صحيح. وباللغه عايزه اقول لحضرتك حاجه، النفي المستمر مشكله. يعني انا مش لازم تبقى خطابي في الشائعه ان انا انفي، لا، انا بصحح حقيقه. يعني انا لو اطلقت شائعه اقول ما اقولش ده ما حصلش، لا، اقول ده ما حصلش ولكن الصحيح كذا 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 كذا، عشان احترم وعي وادراك الطرف المتلقي لل نعم للتصفيق. طيب دكتور، يعني يمكن حضرتك ذكرتي في البدايه ان عاده مطلقي الاشاعات بيخاطبوا مشاعر الناس او بيلعبوا على هذا الوتر. لو رجعنا للشائعات اللي بتستهدف الشرطه، يمكن كان في تقرير معمول عن 5 شائعات عن حقوق الانسان وتحديدا عن الشرطه تم نشرها، زي استخدام القوه المفرطه في سيناء، التعذيب داخل السجون. هيومن رايتس ووتش يمكن من احد المؤسسات اللي قامت بالترويج للشائعات، زعمت ان هناك في قمع للتظاهر، اختفاء حريه التعبير، زياده العنف ضد النساء. حضرتك كيف تابعتي هذه الشائعات؟ خليني اكلمك عشان الموضوع ده انا درست فيه كتير، وخصوصا موضوع هيومن رايتس ووتش. خليني اكلمك عن هيومن رايتس ووتش، او اكلمك عن المنظمات الحقوقيه بشكل عام وما يصدر عنها من تقارير، لان الموضوع ده كتير قوي بياخد اكتر من حجمه، وكتير قوي قوي بيتم التعاطي معاه بشكل غير صحيح. منظمة هيومن رايتس ووتش دي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان. إلى الآن لم تفصح عن مصادر تمويلها إيه. أنا لما أجي أتعامل مع تقرير صادر، أنا بقى نحترم جدا جدا المنظمات الحقوقية، وهدف حقوق الإنسان ده هدف سامي، والمفروض إني سواء المنظمات أو الدول، المنظمات أو الحكومات كلها بتعمل لصالح حقوق الإنسان بشكل عام، مش حقوق فئات دون فئات. صح؟ فلما انا اجي في كل التقارير بتاعتي انحاز لفئه معينه انحاز لفئه معينه، يبقى خطابي كله موجه ان انا مركزه على الفئه دي، يبقى انا لا متحيزه.
انا لما يجي لي زي اي منظمه من منظمات حقوق الانسان، عشان اقيم مدى مصداقيه المنظمه دي محتاجه حاجتين اساسيين. لو بصيت لهم هحسم موقفي تماما. اول حاجه عايز اعرف مصدر تمويلها ايه. تاني حاجه مش مشكله المنظمه، مشكلتي مراسلي المنظمه او المسؤولين عن تزويتها بالمعلومات اللي بتبني على اساسها ايه التقارير بتاعها. ما هي بتبقى ممنهجه يا دكتور. ممنهجه بس هقول لك حاجه، يعني احنا مثلا لو جينا مثلا لمنظمه هيومن رايتس ووتش وجينا شفنا مديره مكتب المنظمه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هلاقيها حد شخصيه اسمها ساره لي وينستون. لو قعدت تتابعي تاريخها هتلاقيها ان هي عاشت في القدس في حاره الارمن، وبعدين انتقلت بعد التخرج عاشت في مصر كام سنه، وبعدين سافرت امريكا ودرست في جامعه هارفارد. لو جيتي تابعتي الشخصيه اللي هي المسؤوله عن اصدار التزويد المنظمه بالمعلومه واصدار التقارير، لو جيتي تابعتي تاريخها هتلاقي ان هي مثلا في 2018 ظهرت في قناه الجزيره مرتين، في 2019 ظهرت مره. لو تابعتيها على تويتر هتلاقيها وكانها محامي موكل للدفاع عن جماعه الاخوان المسلمين. انا ما شفتش شخصيه حقوقيه كده. انا مثلا لو شخصيه حقوقيه وفعلا بدافع عن حقوق الانسان بشكل عام مش هركز على فصيل سياسي بعينه ويبقى هو همي. انا عايزه اقول لحضرتك ان هي في مره كتبت في تويتر ان حكومات الوطن العربي كلها بتتامر على جماعه الاخوان المسلمين. هل في شخصيه حياديه يعني تعمم كده؟ جماعه الاخوان الارهابيه عفوا. هل في منظمه حقوقيه تعمل كده؟ ما افتكرش. تاني حاجه جت في مره بتدافع برضه بتقول ان هم ما بيتبنوش العنف. عايز اقول لحضرتك حاجه، ظهورها على قناه الجزيره، الخطاب بتاعها، التويتس بتاعتها على تويتر تبين لك المنهج بتاعها والمنحى والاتجاه، فبالتالي انت بتتوقعي منها هي التقارير بتاعتها هيبقى شكلها عامل ازاي. وبالتالي انا لما اجي اتعاطى مع منظمه زي منظمه هيومن رايتس ووتش، على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، ده مش راي مصري، انا عايز اقول لحضرتك ان معظم الدول اللي بتصدر عنها المنظمه تقارير بتتهم المنظمه بالتحيز، فبالتالي انا مش لازم اديها حجم كبير ولا لازم اديها اكبر من حجمها، لان عايز اقول لحضرتك حاجه، هما بيسعوا لكده. يعني النقد الشديد، الهجوم، الاهتمام، هو بيضيف لرصيدهم، بيخلي اسمهم متداول، بيخليهم على جوجل اول حاجه في السيرش. لما تكتبي هيو هتلاقي هيومن رايتس ووتش، فبالتالي التعامل المقنن مع الموضوع ده مهم جدا، ومهم جدا في بعض الاحوال التجاهل. ما دي كنت عايزه حضرتك عليها، يعني هل نجحنا سواء في مؤسسه هيومن رايتس ووتش اي من المؤسسات الاخرى اللي بتقوم باصدار التقارير المغلوطه عن مصر، هل نجحنا في الرد عليها؟ عايز اقول لحضرتك، واحنا عندنا حاجه ظريفه جدا، ودي حاجه عملناها دون عمد بس عشان احنا عندنا شكل من اشكال المصداقيه، ان الرد كان عباره عن افعال ما كانش كلام. انا بحس دايما ان الاصدار تقرير قصاد تقرير بيتوه الحقائق. الحقيقه اني دلوقتي لو جينا نتامل الحاله اللي وصلت لها مصر دلوقتي والحاله اللي احنا كنا فيها من 3 سنين، ده في حد ذاته رد. لما تيجي يبقى عندك العمليات الارهابيه في سنه ما موزعه على كافه محافظات الجمهوريه بلا استثناء، وتيجي تلغي التمركز الجغرافي للعمليات الارهابيه دي وتخليها متمركزه في بؤره واحده بس، يعني تطردي العناصر الارهابيه وتزيحيهم من المجتمع المصري خارجه وتبتدي تطرديهم وتحاربيهم في بؤره واحده بس، ده نجاح. لما تقضي على تنظيمات العنف العشوائيه، تنظيمات العنف العشوائيه اللي ظهرت بعد 2013 كانت حاجه خطيره جدا جدا، كانت ماشيه بمبدا اضرب واجري، اي حد عبوه ناسفه في اي حته، اي مجموعه ناس ما يعني عندهم ايديولوجيه معينه يشكلوا مجموعه ويفضلوا يعملوا تفكيرات. دلوقتي ما بقاش موجود طبعا. فين؟ ما بقتش موجوده. العمليات الارهابيه في المحافظات بقت لما بتحصل حدث. في سنه من السنين، في سنتين من السنين احنا كنا بنعاني كارثه، احنا كنا بنعاني ان هم كانوا بينتشروا في الدوله وبينتشروا على مستوى المحافظات بشكل وباء. دلوقتي لا. ما بقى لهمش وجود. الحقيقة. انت دلوقتي بقيتي لو جينا حتى نتكلم على الشرطه بشكل عام، هنلاقي ان الازمه بتاعتنا هو ان احنا ما بنتعاملش مع الانجاز اللي بيحصل بالقدر المطلوب. يعني هم مثلا هتلاقي جماعه زي جماعه الاخوان الارهابيه
لما بتيجي مثلا صفحاتها بقى، سواء الصفحات المنسوبه لها بشكل مباشر او الصفحات المندسه المنسوبه بشكل غير مباشر، ودي اخطر على فكره. طبعا. يعني لازم نعرف ان في صفحات انسانيه معموله لصفح بدعوه الانسانيه، معموله لدعم قضايا معينه، لكن هي في الاساس من خلال الدعم اللي بيتم ادعائه ده بتروج لمعلومات وبتروج لحاجات بشكل غير مباشر، وهي دي الاخطر على فكره من الحاجات المباشره. فهم بيستخدموا استراتيجيتين اساسيتين، ثلاث استراتيجيات خلينا نقول، التهوين والتهويل والتعميم. التهوين من الانجاز ايا كان، التهويل من الحدث الفردي البسيط اللي ممكن يكون عمله فرد واحد. التعميم، تعميم الصوره السلبيه المينتال ايمج السلبيه عن جهاز الشرطه عند الجمهور. هتيجي تقولي التهوين، هما مثلا لو جينا نتكلم على الحرب على الارهاب، هما ناسيين تماما فكره ان احنا حاربنا، الشرطه حاربت والجيش حاربوا الارهاب واجبروه ان هو ينسحب من كل مدن مصر، وعدد العمليات الارهابيه تراجع بشكل كبير جدا جدا في مصر. يعني كمان في حاجه مهمه جدا ومحدش واخد باله منها، العمليات الارهابيه المنظمه ما بقتش موجوده، وده معناه ان تنظيم داعش في سيناء بدا هو كمان يفلس. طبعا زمان كانوا مش زمان يعني من سنتين ثلاثه كانت العمليات الارهابيه اللي بينفذوها منظمه، في نوعيات الاسلحه، في طموحهم نفسه، طموحهم كان عالي جدا، كانت طموحاتهم السيطره، يعني السيطره واقتحام. دلوقتي بقوا لا، الافلاس بتاعهم ظهر في ان العمليات بتاعتهم برضو عمليات اضرب واجري، مش عمليات مواجهه، وده في حد ذاته افلاس. ففي نجاح وفي انجازات كبيره جدا اتحققت. في حاجه كمان مهمه جدا جدا، في مؤشر اسمه لو اند اوردر اندكس، ده بتصدره مؤسسه اسمها جالوب امريكيه. المؤشر ده بيقيم اداء الاجهزه الامنيه على مستوى العالم، بس مش من وجهه نظر اي حاجه غير من وجهه نظر المواطنين. المؤشر ده ادى مصر رانك توب 1 في افريقيا، الاولى افريقيا، او اكثر شعب عنده شعور بالامن على مستوى افريقيا، وكانت من العشرين الاوائل على مستوى العالم. عدت يعني كان الشعور المواطن المصري بالامن اعلى من الامريكي واعلى من البريطاني. عايز اقول لحضرتك حاجه، تميز المؤشر ده يجي في حاجه، ان هو ما بيقيسش عدد جرائم ولا بيقيس حاجات بارقام ومنهجيات، هو بيقيس ادراك المواطنين للامن او شعورهم بالامن. هل اسئله زي مثلا هل يا ترى حاسس نفسك تقدر تمشي بالليل في امان؟ هل يا ترى حاسس نفسك انك انت ممكن تستهدف باي عمل عنيف في اي وقت؟ وبيعملوا اندبس انترفيوز، وبتعتمد على 250 الف انترفيو على حوالي 148 دوله في العالم. فلما تيجي مصر تحتل تبقى من العشرين الاوائل في الامن على مستوى طب العالم. طب ليه يا فندم الحاجات دي ما بيتمش الترويج ليها قد الترويج للتقارير السلبيه اللي بيتم؟ ما هو ده اللي انا بقوله، يعني انا مثلا احنا جايين مركزين على تقارير هيومن رايتس ووتش اللي هي فاقده المصداقيه. عايز اقول لحضرتك حاجه، هيومن رايتس ووتش بتاخد اكبر من حجمها، مفيش حد في العالم، مفيش دوله في العالم بتعول على تقارير هيومن رايتس ووتش يا جماعه، والله ولا في اي دوله. كل الدول بتتهمها بالتحيز، حتى اسرائيل طردت المندوب بتاعها من عنده، مدير المكتب بتاعها من عنده. فبالتالي هي فاقده المصداقيه. يعني لما تيجي هيومن رايتس ووتش تصدر تقرير عن مصر لن يؤخذ بمحمل الجد زي ما احنا متخيلين. هي بس بتنتهج لهجه الحديث العنيف واللغه الاتهاميه الشديده وبتستخدمها للترويج ليها. صحيح. فعندنا مثلا المؤشر ده مر مرور الكرام. ازاي يا جماعه يمر مرور الكرام؟ ده المؤشر ده دليل دامغ على ان في ثقه ما بين المواطن والشرطه في مصر، وكمان ان الثقه دي مش من عدد جرائم او من لا، ده الثقه دي جايه من شعور المواطن بالامن. والشعور نفسه جاي نتيجه لازم يكون في حد من الثقه عشان يشعر بالامن. سايبينه ومركزين على التقرير بتاع هيومن رايتس ووتش، وبنروج بقى، يعني بنساهم بشكل غير مباشر في الترويج ليه. طيب خلينا يعني بمناسبه الحديث عن الشائعات اللي بتستهدف الشرطه، وايضا بمناسبه عيد الشرطه وثوره 25 يناير، خلينا يعني نعيد ربما او نذكر بما اعلنته وزاره الداخليه، وهو الافراج عن 6931 من نزلاء السجون، من بينهم 2868 غارم وغارمه، ده طبعا تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه، وهي الذكرى 67. وكمان
كمان ثورة 25 يناير في ذكراها السبعة. ده طبعا بيأتي تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين، وتنفيذا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة أو عيد الشرطة وثورة 25 يناير. وتم الإفراج كما ذكرنا عن 2868 غارم وغارمة عقب سداد مديونتهم. خليني أعلق مع حضرتك على هذا الخبر يا فندم. عايزة أقول لحضرتك هو خبر طبعا سعيد، وخبر داخل في إطار فكرة التسامح. لا مش أول مرة، وداخل في إطار فكرة التسامح وفكرة روح القانون. وعلى فكرة موضوع روح القانون ده بيطبق كتير جدا، وزارة الداخلية بتطبقه كتير جدا جدا جدا، بس مش عارفة ليه ما بيروجلوش. يعني في كتير جدا ضباط بيعملوا مبادرات ويلموا من بعضهم ويدفعوا ديون غارمات عشان يطلعوهم. وكتير جدا جدا في مبادرات انسانيه وحاجات انسانيه كتير جدا جدا بتحصل، بس ما فيش ضوء عليها، ما حدش يعرف عنها حاجه. في دلوقتي جهد بيبذل نوعا ما من وسائل الاعلام، بس محتاج يتكثف شويه وياخد شكل اكثر حرفيه وذكاء في الطرح. ساعات بيبقى الطرح الغير محسوب والطرح غير ذكي بيؤتي بعكسه. يعني انت ما تجيش تطرح طرح يخلي الحد يحس انك انت بتقول حاجه مجامله، مع ان الحاجه هي حقيقه بتحصل على ارض الواقع. فذكاء الطرح هو الفيصل في الموضوع ده. وطبعا يعني خبر جميل جدا جدا، ويعني الف مبروك ليهم وان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب خليني ارجع بقى روح القانون اللي حضرتك تحدثتي عنها، يمكن استكمالا للبيان. وزاره الداخليه اكدت حرصها على مساعده النزلاء على الدراسه والتعليم في مراحل التعليم المختلفه، وكمان وضحت ان اجمالي عدد الدارسين في مراحل التعليم المختلفه خلال الفصل الدراسي الاول لعام الدراسي 2018-2019 بلغ 5227 نزيل. وقالت الوزارة في بيان ليها أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالارتقاء بأوجه الرعاية الشاملة المقدمة للنزلاء، خاصة الحرص على الدراسة والتعليم في كافة المناحي التعليمية بدءا من محو الأمية وكمان انتهاءا بالدراسات العليا. ده طبعا حرصا على مستقبلهم حتى يعود عليهم وعلى ذويهم بالنفع، اتساقا مع مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتجسيدا لإعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان. الوزارة كمان ذكرت أن قطاع السجون بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار اهتم وحث من يرغب من النزلاء الالتحاق بها ومساعدته على استكمال دراسته بمراحل التعليم المختلفة من خلال توفير الأماكن الملائمة للاستذكار وعقد لجان الامتحانات بكافة السجون التابعة للقطاع. خليني اخد تعليقك، يمكن ده بقى محدش اتكلم عنه من منظمات حقوق الانسان ولا منظمات حقوق الانسان ولا اي حد بيعرف بايه لما يحتك مباشره بالموضوع. على فكره من زمان جدا وانا شفت حالات بعنايه ناس بتكمل دراستها داخل السجون وبتتخرج وبتخرج وهم واخدين شهاداتهم وبيندمجوا مع المجتمع بشكل طبيعي جدا جدا جدا، وبتبقى المرحله كانها مرحله اعاده بناء الذات يعني. فدي حاجه على فكره مش جديده، دي حاجه بتتكرر، بس حضرتك بتعلن عليها عنها دلوقتي هتلاقي ناس كتير جدا ما تعرفهاش، زي حاجات كتير جدا كويسه ناس كتير جدا ما تعرفهاش. فده شيء جميل يعني، لا جهد مشكور ليكم. طب ايه يا فندم اخر الشائعات يمكن تكررت فيما يتعلق بقطاع الشرطه تحديدا؟ بصي انا عندي يعني تصور من ناحيه موضوع الشائعات، ما بحبش اكررها لان بحس ان تكرار الشائعه فيه بشكل غير مباشر ترويج ليها، مش حتى تأكيد، ترويج. يعني هو فكرة انك انت لو عملتيها حتى بالحسابات والإحصاء بقدر الأفراد اللي بتصل ليهم الشائعة هيعلى عدد الناس اللي هم. طب ليه ما يكونش يبقى ده رد عليه؟ بصي هقول لحضرتك حاجة، هو طبعا حلو ده، يعني حلو ان يبقى في رد على الموضوع، حلو وحلو جدا اللي بيعملوا البرنامج ده، فكرة هايلة جدا جدا وانا سعيدة بيها جدا على فكرة. بس فكرة اني الحاجة اتكلم عنها هي وصلتني وعقب عليها، انتوا بتعقبوا بشكل منهجي وبتعقبوا بشكل انكم عندكم الحقائق اللي بتقولوا الشائعة، وفي نفس اللحظة انا شفت حلقات كتير من البرنامج بتقولوا الشائعة وفي نفس الوقت بتردوا عليها. فبالتالي التعقيب بتاعكم شيء والتعليق بتاعي شيء، بس هو اصلا كل الشائعات اللي طالعة على جهاز الشرطة كلها بتتمحور حوالين ايه؟ يا اما رواتب، اما دعوى الاختفاء القسري، اما دعوى التعذيب، اما دعوى، ولا هي جمل اصبحت عباره عن اكلاشيهات
مستهلكة ومكررة وبيعيدوا تدويرها من وقت لآخر يعني، فهتلاقي كله في مش هتلاقي حاجة بعيدة عن الموضوع ده. طب خليني يعني استمرارا برضو للشائعات اللي انتشرت الفترة اللي فاتت عن الشرطة، آخر الشائعات طالت الشرطة خلال أيام الماضية كانت شائعة بغلق قسم، وده طبعا بسبب تجدس المواطنين على أبوابه، في حين يمكن تبين بعدها أن المقطع اليوم زيارة الأهالي لذويهم. من يحرك هذه الشائعات بشكل مستمر؟ يعني هناك من يراقب؟ طبعا طبعا، وبيتحين الفرص وبيختار التوقيت. انت لما تيجي في وقت بتحتفلي بيبقى اعياد الشرطه وتبتدي تطلقي، طبيعي المناسبه دي مناسبه ملائمه لاطلاق مجموعه من الشائعات عشان تعكري الجو والصفاء العام اللي موجود. فالتوقيت مرتبط بالحدث. انت هتلاقي مثلا، هقول لك حاجه، هتلاقي لما تستضيف مصر حدث دولي كبير تلاقي دايما الشائعات متمحوره على فكره ايه؟ ان الجماعه الارهابيه بتهدد بتفجير، ان اي حاجه ليها علاقه بفكره الامن. صحيح. عشان تصرف نظر الناس على الفكره الرئيسيه او الرساله الرئيسيه اللي اي ايفنت دولي بيصدرها، ان الدوله دي دوله امنه وبتستضيف احداث دوليه وقادره ان هي تستضيف ناس من كل الجنسيات ويشعروا بالامان جواها. لا، انا هضرب لك الهدف الاساسي اللي انت بتحاول الامن. اضرب لك الامن مع كل حدث، مع كل انجاز او حاجه ايجابيه هتلاقي عدد من الشائعات السلبيه اللي بتضربها بشكل مباشر او غير مباشر، وبالتالي نوعيه الشائعه مرتبطه بنوعيه الحدث السياسي او الحدث الاجتماعي اللي موجود. طب على من تقع يا فندم مسؤوليه مواجهه هذه الشائعات اللي بتتعلق بجهاز الامن في اي دوله؟ عايز اقول لحضرتك هي تقع علينا احنا كمواطنين في المقام الاول، ان احنا لازم يكون عندنا، على فكره وسائل التواصل الاجتماعي بقت سلاح ذو حدين، ولازم احنا بعد كل اللي مرينا بيه طول السنين اللي فاتت دي يبقى عندنا ادراك ووعي وتمييز ان احنا نعرف البوست اللي جاي لنا او الخبر اللي جاي لنا ايا كان المحتوى بتاعه مثير للدموع والعياط والكلام ده، او اذا كان منطقي او لا، ندور نشوف، ما ناخدش الامور على علتها. ووظيفه وزاره الداخليه بصوره اساسيه طبعا ان المواطن ده وقت ما يقول يجي له خبر مغلوط ده يلاقي حد بيرد عليه بيقول له لا الخبر ده مش صحيح والخبر الصحيح عندي اهو، ويتم طرحه زي ما قلت بشكل منهجي ومنظم. فهي مسؤوليه مشتركه، هي مش مسؤوليه طرف واحد. لازم، اصل ما ينفعش تيجي مثلا وزاره الداخليه او تيجي الحكومه تقعد تبذل جهد والناس منساقه على عماها ورا اي خبر مضلل وبتمشي وراه. ليه يا فندم؟ يمكن اتناقشنا في هذه في هذا الموضوع وهذه النقطة أكثر من مرة، ليه دايما ما بيبقاش في تصديق للبيانات الصادرة من الحكومة؟ لغة الصياغة. عايزة أقول لحضرتك حاجة، أول حاجة أسهل حاجة إن أنت تدوسي على زرار الشير، أسهل حاجة عند أي حد، أي حد تلاقيه على صفحته كده يلاقي مثلا حاجة مثلا تعيطه ولا حاجة تثير مشاعره تلاقيه دايس لايك وشير. إحنا لما بنيجي نصيغ لغة الرد بتاعتنا بتبقى لغة رد روتينية جدا، لازم يبقى فيه ذكاء الرد، ولازم يبقى النوافذ اللي بيتم من خلالها الرد نوافذ ليها مصداقية ومقبولية وكاريزما. الناس اللي بتقرا شائعة معمولة بجو سسبنس او معمولة بجو عاطفي او معمولة بجو حدوتة او حكاية او محطوط لهم صور جذابة او متفبرك لهم فيديوهات فيها مشاهد تعذيب وفيها بيقول لك ادي ده بيحصل في ارض الواقع، لازم يرد عليهم بيبقى بلغه اذكى من اللغه دي. ما ينفعش ترد عليهم ببيان، لازم ترد عليهم بشكل فيجوال، ولازم ترد عليهم بشكل محسوب. وعايز اقول حاجه، لازم يتم الاستعانه بالمتخصصين في علم النفس السياسي، لان موضوع التعامل مع الشائعات، لغه الخطاب، لغه الرد، لغه الصياغه، انا عايز اقول لحضرتك ده علم بيدرس، فبالتالي لازم يتم الاستعانه بالمتخصصين في صياغه حتى الخطاب، في صياغه حتى طريقه الرد، وزي ما قلت قبل كده في تحديد عدم الرد في بعض الاحيان. لان في بعض الاحيان لازم ما تردش، مش كل اشاعه بتطلق لازم نرد عليها، لان احنا بنديها احيانا ثقل وهي ساعات ما بيكونلهاش الثقل ده. فبالتالي لغه الرد والاستعانه بالمتخصصين هي السبيل الاساسي. وعايز اقول لحضرتك وسائل التواصل الاجتماعي، تكثيف التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي. الناس دلوقتي بقت وسائل التواصل الاجتماعي الحاجه بتنزل دلوقتي بعدها بخمس دقائق ممكن يكون معمول لها 100,000 شير. فانت هترد، لازم ترد على وسائل التواصل الاجتماعي. هل في اهتمام هنا في مصر بوسائل التواصل الاجتماعي؟ من ناحيه
من ناحية يعني نشر الحقائق على الأقل؟ من ناحية الدولة ولا من ناحية الدولة طبعا. من ناحية الدولة بدأ اهتمام طبعا، في اهتمام على كذا مستوى، في مركز معلومات مجلس الوزراء عمل مرصد الشائعات، في طبعا البرنامج، في كتير بيانات بتصدر، بس هو الفكرة ان الموضوع محتاج ياخد شكل منهجي ومركزي. دلوقتي في اهتمام كبير جدا وملحوظ الفترة الأخيرة، الموضوع لا بقى في اهتمام كويس جدا، يعني اقدر اقول ان إثارة الالتفات نفسه للفكرة ذكاء من الدولة، فلا في اهتمام في اهتمام، بس اتمنى هو في اهتمام كويس، بس انا اتعشم التطوير، يعني البنى على البذرة دي والتطوير، وفي بوادر على فكرة تطوير، يعني انا متفائلة، يعني على ما اعتقد ان في مرحلة معينة ان هيبقى في مصادر موثوقة الحد يروح لها لو عنده شك، ممكن تعمل هوت لاين حتى، يعني هوت لاين لو حد سمع خبر يتشك على يا ترى الخبر ده حقيقي ولا. طب يمكن حضرتك تحدثي في البدايه عن لغه صياغه الرد على الشائعه، وانه يجب الاستعانه بعلماء في علم النفس السياسي. يمكن حضرتك دكتوره عزه باحثه في علوم علم النفس السياسي. السياسي ده مش تحيز ولا حاجه؟ لا مش تحيز والله، كنت عايزه حضرتك يعني مثلا النهارده كان معانا عدد من الشائعات، لو هسال حضرتك كيفيه يمكن الذكاء في الرد على هذه الشائعات، كان معانا يمكن وزاره الزراعه كان ليها نصيب من هذه الشائعات، التوم اللي فيه ماده الرصاص المسمومه، ايضا العاصمه الاداريه الجديده ان الفلوس بتاعتها متاخده من الخزانه العامه للدوله وما شابه، كيفيه الرد؟ هو فكره حكايه الموضوع بتاع وزاره الزراعه دي، وزاره الزراعه دايما ليها نصيب الاسد في الشائعات، لان وزاره الصحه، وزاره الزراعه ووزاره الصحه هتلاقي لهم نصيب الاسد في التعليم طبعا. التعليم الاونه الاخيره مع التطويرات الجديده اللي بتحصل، اللي هي تعتبر مفاجاه للناس، وشويه الناس لسه شويه ما استوعبتهاش، فبدا يتزايد الفتره الاخيره. لكن الصحه والزراعه لان هم ريليتد بحياه الانسان، فالشائعات اللي بتستهدفهم بتبقى في الصميم. الوزارة الزراعة، الشائعات اللي بتصدر من وزارة الزراعة الحمد لله أنا أدعي إن هي دلوقتي بدأت تفقد يعني تفقد تأثيرها، لأن هي بقت كتيرة وبقت في بعض الأحيان غير منطقية. والرد السبيل الأمثل للرد على الحاجات دي المعلومة، حملة توعية، حملة على متضمنة لمعلومات ومعلومات صحيح. دقيقة، وبيتم الترويج ليها من خلال إعلانات ترويجية في التلفزيون. الصفحة بتاعت الوزارة نفسها المفروض يبقى، على فكرة الصفحات الوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي لازم يكون ليها تواجد أكثف من كده، يعني أنا مثلا لو عندي صفحة وزارة الزراعة لو جيت هدور دلوقتي مش هلاقي عليها نسبة اشتراكات كتير، لأني عايز أقول لحضرتك الترويج مش بس في الميديا، لا كل حاجه في الدنيا محتاجه ترويج طبعاً. كل انجاز محتاج ترويج طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتوره عزه هاشم الباحثه في العلوم السياسيه، حضرتك كنت معانا في هذه الحلقه من شائعات وحقائق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا لك. مشاهدينا شكرا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، كنت معاكم في هذه الحلقه انا نانسي نور، الى اللقاء. احمد شوشه ده زيه مفيش، احمد شوشه ده زيه مفيش، وقف الواحه بطل ما جريش، وقف الواحه بطل ما جريش، لما نزلوا يصفوا فيهم، لما نزلوا يصفوا فيهم، كان واقف بيرد عليهم، كان واقف بيرد عليهم، قال اخواتي اموت وسطيهم، قال اخواتي اموت وسطيهم، رجاله مترحمه عليهم، رجاله مترحمه عليهم، ياللي رايح الواحات، حاسب على خطوتك، اصلي شوشة مات هناك، اصلي شوشة مات هناك، كان بيحرس حضرتك، كان بيحرس حضرتك، احمد جاد المصري بجد، احمد جاد المصري بجد، اللي شجعته ملهاش حد، اللي شجعته ملهاش حد، من زي محمد وحيد، من زي محمد وحيد، راجل جد وقلبه حديد، راجل جد وقلبه حديد، قالوا رايحين مش راجعين تاني، قالوا رايحين مش راجعين تاني، واستشهدوا عشان انت تعيش، واستشهدوا عشان انت تعيش.